رقمه ذا؟ هذه أكيد إنها مي. قلوب الأهل والله أكيد تبي تمدح طبخي. الحين يوم إنك تشخص على أساس إنها بتشوفك، بعدين ترى سألتني مني مزبط القرصان، قلت لها أم صالح وعطتها رقمك، لا تنكبني. الله لا يبارك بالظالم، والحين؟ الحين هذه جزاتي بدل ما أزبطك، بعدين تعال، كم مكلفتك القرصان بالحافظة؟ 100 ريال. أنا بزبطك تظبيطها الحين، بس أهم شيء خلني ألعبها صح. اسكت. ها؟ ألو؟ هلا بكم صالح، أخذت رقمك من جارتنا أم ياسر. جربنا طبخك وصراحة كان مرة 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 لذيذ ما شاء الله. وإذا ما عليك أمر نبي نطلب منك بكرة قرصان باللحم وجريش. إيه عندنا. وعندنا بعد كبسة مضغوط وكبسة بر. وحمام مدخل. تبي تنكبني أنت وجهك، في بنات تاكل مدخل. أيوه، ما علمتيني إيش طلبتي؟ آه أوكي، يعني الحين طلبتي 4 حافظات. ترى الحافظة الواحدة راح تكلفك 300 ريال. اللوكيشن؟ لا ما يحتاج اللوكيشن. الا يحتاج. خلاص ان شاء الله الساعة 9 طلبات عندكم. يلا باي. خطير ياسر، صالح رزق وجاك من الله. يعني باكر مكسبي 800 ريال. وانا لي سنتين اطبخ لكم بلاش يا ماني بقايل. تستاهل يا ولد العم، وهي كذا البدايات، شوي شوي ان شاء الله وتروح قدام. بس ها ترى 4 اطباق ما اقوال حالي. عفو عليك، حنا معك. وانا معك بشرط تعطوني من القرصان. زين لا تشغلنا، العيال بات نوزع المهام علينا. اسمع، انا علي الخضار واللحوم. وانا علي الحافظه. وانا وكفته بنساعدك بالطبخ. خلاص بات المغاربه برسل لك كل الاغراض، سنن جاهزات الساعه 6 عندي. ابشر بعزك. بس ها انا المدير. جيب معك كيلوين طماط محمي وحب حر شقره وبصل ابيض وبصل احمر وخيشه بطاطا حلوه. زين عندكم طماط محمي؟ ما في والله محمي. طيب في حبحر شقره؟ عندي حبحر الخرج. طيب عندكم بطاطس حلو؟ حلو لا والله ما عندي. ولا شين؟ ولا شين. اجل من وين اجيب الاغراض ذي كلها؟ والله اخوي مالك الا سوق الجمله. من سوق الجمله؟ سوق الجمله. ابلش. زين زين الطماط جبته والبطاطس موجود. على يمن العافية والله، بس وانا فاتورة؟ سم تسلم. وين وحنا ابو حنا؟ 560 لقينا انت، سموه ابو شاري صندوق الطماط. ارفع لومك، شايفنا حرامي؟ الا ليتك حرامي، الا صوتي محكوك عليك. سلامات، كنك فليت يا الطباخة. الطباخة مشغلك. مشغل مين يا حبيبي؟ على كيفك انت؟ خير؟ ايش فيكم يا عيال؟ استوى على وجهكم هذا وانتم اصحاب تتهاوشون كذا؟ ليتنا اصحاب الا عيال عم. عيال عم بعد؟ وش الموضوع؟ اساليه. ها علمها على انت خابر يا صالح. لا لا عود عمي هذه حبه راس واستر على ما واجهت. عقل وخلك رجال. ها يلا شل. وانتم وين بتروحون؟ مو بشغلك. مو بشغلك. تعال نزل باقي.